اهلا وسهلا بكم. فيديو جديد وشرح جديد. لاول مره يشوف القناه انا الاستاذ حمزه، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكذا يوصلك كل جديد على قناتي. واللي مشتركين في القناه نقول لكم مرحبا بكم، القناه قناتكم. راح تجدوا العديد من المراجعات والحلول المواضيع على قناتي. راح تعاونكم بزاف للمراجعه الفروض والامتحانات. خليوا لي تعليقاتكم اللي تشجعني بزاف وتخليني نقدم لكم الاحسن. اول حاجه نبداو بها راح نقراو هذا النص اللي خاص باللغه الانجليزيه لتلاميذ سنه اولى متوسط. نبداو مع بعض في قراءه النص. هاي ماي نيم از سالي، اي ام 11 years old، اي ام ا pupil، اي جو تو سكول 5 days a week. Hi, مرحباً. My name is Sally. اسمي هو سالي. I am 11 years old. أنا عمري 11 سنة. I am a pupil. أنا تلميذة. I go to school 5 days a week. أنا أذهب إلى المدرسة 5 مرات في الأسبوع. At the weekend, I don't go to school. يعني في نهاية الأسبوع في الويكند لا أذهب إلى المدرسة. On Friday, I go to the park to play with my friends at around 10 o'clock. أنا في الجمعة، يوم الجمعة، أنا أذهب إلى الحديقة، go to the park، لألعب to play with my friends، للعب مع أصدقائي، at around 10 o'clock، يعني حوالي 10 تماما. At about 1 a.m., يعني عند الواحدة، الواحدة صباحا، يعني الواحدة بعد الظهر، اوكي afternoon هنا. I go to the mosque to pray. عند الواحدة صباحا اذهب الى المسجد لأصلي. After that، بعد ذلك، I visit my grandmother with my parents. انا ازور جدتي مع والدي. In the evening، في المساء، I play computer games. انا العب ألعاب الكمبيوتر، ألعاب الحاسوب. Listen to music and I go to bed at 10 p.m. يعني في أنا ألعاب الحاسوب أو ما أستمع الموسيقى. Listen to music and I go to bed. يعني وأنا وأذهب إلى الفراش عند 10 مساء، عند 10 ليلا. Okay. On Saturday، في السبت، I stay at home. أبقى في المنزل. I help my mother in the kitchen. أساعد أمي في المطبخ. And do my homework. وأنجز واجباتي. Okay. واجباتي المنزلية. كان هذا النص اللي يتحدث على سالي والروتين تاعها، كيف تعقب الويكند تاعها. عطتنا معلومات على الروتين تاعها. Task 1. I read the text and choose the right answer. يعني أقرأ النص وأختار الإجابة الصحيحة. The text is about. النص حول. The text is about. النص حول. عندي الخيارات هذه A, B, C. My daily activities. يعني نشاطاتي اليومية. My mother's daily activities. يعني نشاطات أمي اليومية. نشاطات اليومية لأمي. Okay. My mother's daily activities. كتلقاو هذه apostrophe S. يعني هذه الكلمة اللي وراها ترجع لهذا الشخص. اوكي، ترجع لهذه الكلمة. My daily activities at the weekend. اوكي، my daily activities at the weekend. هنا نشاطاتي اليومية في نهاية الأسبوع. Task 2. هنا عفوا، هنا ما خيرناش الإجابة. إذا شفتوا النص هذا على وها راهو يحكي على النشاطات اليومية في نهاية الأسبوع. اوكي. At the weekend. Hi. At the weekend. يعني هنا يا راح نختار C. Okay. C. راح نقول my daily activities at the weekend. يعني هذا هو الجواب. هنا الإجابة هي the text is about my daily activities at the weekend. يعني نشاطاتي اليومية في النشاطات تاعي ولا الروتين تاعي في نهاية الأسبوع. ننتقل إلى task 2. I read the text then say true or false. هنا صحيح أو
خطأ. أوكي، نقرأ العبارة ونشوف في النص إذا كانت صحيحة أو غلطة أو خطأ. Sally goes to school 7 days a week. Sally goes to school 7 days a week. يعني سالي تذهب إلى المدرسة 7 مرات في الأسبوع. شوفوا في التكست وش قلنا. Hi, my name is Sally. I am 11 years old. I am a pupil. I go to school 5. Okay, 5 days a week. عندي 5 days a week. يعني 5 مرات في الأسبوع. إذن هذه العبارة 7 هنا لما تكون 5 مشي 7. Okay. إذن راح تكون false. Okay. False هنا. هذه العبارة خاطئة. Sally goes to the park at the weekend. Sally goes to the park at the weekend. يعني سالي تذهب إلى الحديقة في نهاية الأسبوع. شافوا. At the weekend, don't go. I don't go to school on Friday. في الجمعة, I go to the park to play with my friends. Okay. يعني في يوم الجمعة تذهب إلى البارك. إذا راح تكون true. صحيحة. هذه العبارة صحيحة. سالي تذهب إلى الحديقة في أيام نهاية الأسبوع. Sally plays computer games in the morning. Sally plays computer games in the morning. يعني سالي تلعب ألعاب الحاسوب في الصباح. لاحظوا هنا. شوفوا لهنا وش قلتنا. In the evening. في المساء I play computer games. Okay. ألعاب الحاسوب. إذا في in the evening. مشي in the morning. مشي في الصباح في المساء. إذن هنا راح نديرو false. Okay, هذه العبارة خاطئة لأنه هي تلعب في المساء in the evening ماشي in the morning. Task 3, I write A, B, C or D under the corresponding picture. يعني أكتب A ولا B, C or D ولا أو D تحت الصور المناسبة. تحت الصور المناسبة ها هي عندنا الصور. هذو هما الصور. لاحظوا هذه الصور. عندنا مجموعة من الصور وعطانا هذه العبارات. في العبارة A, she helps her mother in the kitchen. She helps her mother in the kitchen. يعني هي تساعد أمها في المطبخ. هذه وين الصورة اللي تعبر A؟ هذه العبارة A وين الصورة اللي تعبر عليها؟ تعبر على الصورة هذه. لاحظوا هنا في المطبخ هاي تتعاون في الأم تاعها. هنا يا هذه الصورة هذه راح نسميوها A. أوكي هذه الصورة A. She helps her mother in the kitchen. تساعد أمها في المطبخ. B, she prays. She prays. هي تصلي. في الصورة وين؟ B, اللي تصلي. هاي الصورة توضح لنا باللي راهي تصلي. هنا يا حنديرو B. Okay. اكتبوا B. هذه she prays. هي تصلي. And now C, she does her homework. She does her homework. هي تنجز واجبها المنزلي. في الصورة هذه. She does her homework. إذن هذه راح تكون C. هذه هي الصورة C. D. She listened to music. She listened to music. Okay. هي تستمع للموسيقى. هذه هي D. Okay. هذه الحرف. هذه العبارة D. هذه هنا تعبرنا على D. Okay. هذه هي بكل بساطة. She listened to music. هي تستمع للموسيقى. Task 4, I complete the table using information according to the text. يعني أنا أملأ الجدول باستعمال المعلومات اللي في الجدول بالمعلومات الموجودة في المذكورة في النص. هنا time زمن وهنا event الحدث. أعطاني في time أعطاني العاشرة صباحا. العاشرة صباحا وش تدير هي؟ شو الاكتيفيتي اللي تديرو؟ شو الحدث اللي صار في العاشرة صباحا؟ لاحظوا هنا هاي عندنا 10 o'clock. اوكي في الصباح هنا وش راهي تدير هي؟ I go to the park to play with my friends at around 10 o'clock. يعني هنا تذهب انا اذهب الى يعني وش نقولوا سالي ولا هي تذهب الى الحديقة لتلعب مع اصدقائها. وش نقولوا؟ نقولوا هنايا She goes to the park to play
هو جواب to play. هنا صرفنا مع she. اوكي درنا هنا مع she، صرفنا الفعل مع she. To the park to the park to play with her. اوكي her friends، مع اصدقائها. هي تقول my friends لكن احنا نقولوا her friends، مع اصدقائها. اوكي she goes to the park to play with her friends، لتلعب مع اصدقائها. هذه هنا goes to bed. goes to bed هنا عطاني الايفنت وانا نحط الساعه. اوكي هاي goes to bed، شوفوا هنايا I play computer games, listen to music and I go to bed at. اوكي I go to bed at يعني اذهب الى الفراش عند العاشرة مساء، عند العاشرة مساء. اوكي عشرة الليل اذا راح تكون 10 نكتب بي ام. اوكي 10 بي ام كما اعطاني في التكست. تاسك 5 I choose the correct answer، انا اختار الاجابه الصحيحه. عندي هنايا اعطاني هنايا I، اعطاني هنايا الضمير ولا subject الفعل، وهنا نختار الفعل I واش تجي معاه get up ولا gets up. اذا راح نختار get up. اوكي get up لانه مع الضمير I نختار الفعل بدون بلا تغيير، يعني ما يتغيرش الفعل ما نزيد له والو. لاحظوا هنايا زدنا له s gets، هذه gets نحطوها مع she وهي وات. اوكي اذا هنا نحطوا على هذه نحطوا get up. اوكي هنا get up نزيدوا عندنا عندنا هي هو play، واش نقولوا هي play ولا هي plays فوتبول؟ نقولوا هي plays لانه عندي هي plays راح تجي لانه مع هي الفعل يتصرف باضافه s. اوكي في النهايه راح نزيد s هي plays، راح نشطب على هذه نختار plays. هنايا I واش نقولوا I has breakfast ولا I have breakfast؟ عندنا الفيرب have راح نحط I have. اوكي I have I have breakfast انا اتناول فطور. هنا he plays football هو يلعب فوتبول كرة القدم. I gets up I get up at 7 o'clock a.m. اوكي يعني انا انهض ولا انا استيقظ عند الساعة 7 صباحا. هنا نزيد نكملوا هادو شو نقولوا she do ولا she does؟ على بالنا بلي مادام شي اذا راح نقولوا داز. اوكي راح تكون فيها الاس داز شي داز شي داز هير هوم ورك، هي تنجز واجباتها واجبها المنزلي. اوكي ولا واجباتها المنزليه. اوكي عندي هنايا ات، عندي ضمير ات راح نقولوا ات ار ولا ات ايز؟ نقول ات ايز لانه الات والشي والهي راح نستعمل ايز. It is a nice day. إنه يوم جميل. It is a nice day. هذه هي بكل بساطة الإجابة تاع الإجابة النموذجية لهذا الفرض. تابعوني دائما وخليوا لي تعليقاتكم. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. نقول لكم سلام.